بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله يا جماعة السوق ده كله بعرفناه أنا هنا يعني شقال وضيات هنا عندي أبارك ما وقفت أمامكم عشان عندي محاضرة ألغاها للناس ولا حاجة، لكن ده أنا أوريكم الحقيقة. أنا إحنا من كوستي ورا منطقة جديد حتى اسمها جديد ورا كوستي عندنا شيوخ يقول لك بيعالجوا الجن وبينزل نزلوا المطر وبجيبوا الرايحة شفتها وبيعمل اي حاجه. فالناس زينا من جو قبل سنه ولا سنه ونص ولا حاجه زي دي، والله العظيم وكتابه الكريم كنت بكره الناس زي الكراهيه ما بعدها كراهيه، بكره الناس زي اكثر من ابليس، لكن هسي بقيت بحبهم اكثر من نفسي. ليه؟ لانه ربنا سبحانه وتعالى مرقني من الشرك من عباده العباد عباده رب العباد. والله العظيم وكتابه الكريم انا كنت بعد نازل كانوا يجي هنا بطلع من المحل ده تقريبا حكايه بتاعت كيلو. ليه؟ عشان بيتكلموا في البرعي والكباش والمكاشف. قلت النازل منافقين يتكلموا في الشيوخ ليه؟ قلت النازل منافقين بيتكلموا في الشيوخ، يجي فينا بصوال يكتلنا، تجي فينا حافله تكتلنا، تجي فينا ساقعه تكتلنا. لكن لقيت النازل انه ربنا سبحانه وتعالى حاميهم الله عز وجل، ولا حاميهم برعي ولا حاميهم مكاشفي، بل بينوا الحقيقه الذي الشيوخ ديل كانوا. وانا واحد من الناس شربت المحايه، سفيت التراب، زرت بالقبور. ربنا سبحانه وتعالى قال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يشد الرحال الا ثلاث، المسجد الاقصى والمسجد الحرام ومسجدي. كنا بنمشي مسافه بتاعت اكثر من 80 ولا 90 ولا 100 كيلو عشان نمشي الشكينيبه، عشان نمشي نزوره. وذاك تبين وطلع شنبه وطلع كراعه وكلام كذب. لو زول قال لك ذاك وطلع شنبه وانت قلت له لا انا ما شفته بقول لك منكر كذاب. والله العظيم وكتابه الكريم انا حبيت الناس اكثر من نفسي لانه طلعوني من الشرك الى النور والى عباده الله سبحانه وتعالى. والله العظيم انا شفت نفديهم بنفسي، والله وتالله وبالله، ونسال ربنا سبحانه وتعالى يوم التوفيق والسداد، وربنا سبحانه وتعالى يوفقهم ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى هذا ما نقدم من بعد ان شاء الله. من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا.